كبير وعنده قيمه كبيره وكرواتيا كما تنعرفوا فريق كبير وان شاء الله يفوز المنتخب الوطني ان شاء الله باذن الله. كجماهير مغربيه كنتمنوا الخير ان شاء الله اليوم وغيكون الخير ان شاء الله وعندنا ليكيب زوينه وكنتمنوا الخير هذا العام هذا وبون شونس ليكيب ناسيونال وبون شونس لوالد الركراكي من هذا المنبر هذا وتحية خاصة لولاد الرباط ما كرهناش نمشي وكنتمناو لهم الخير وحنا معاهم بقلوبنا إن شاء الله كنتمناو الفوز للفريق الوطني إن شاء الله وغنربحوا هذا الماتش ونمشيو في الاستحقاقات إن شاء الله ونتمناو يربحوا وديما عسكر ديما عسكر كتوقع النتيجة شحال هي؟ 2-1 إن شاء الله نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله والله ينصرهم عليهم شي ثلاثه ولا جوج لزيرو نتمنوا هذا هو الحماس الكبير يعني الله لا يحاشمنا حنا حابسين خدمتنا وجايين باغي نتفرجوا ونشجعوهم ما كرهناش اخويا حيد داك النصيري ما عندنا ما نديروا به لعب الحمد لله بالي يا خويا بالي في الوسط بالي داك امرابط اخويا غير زيد واملاح غير زيد وبان لي اخويا في لاطاك عندك الحمد لله راه ما يمكنش ما يجلس اصاحبي. شنو كتوقع من الماتشين؟ اخويا الدوزيام يعطى بان لي غنضربوهم الا كان الحمد لله ان شاء الله. ماتش زوين ان شاء الله نزيدوهم شي جوج بيوت. ودرنا شي بيت بعدا باش نزيدو؟ لا الميطه الثانيه ان شاء الله غيدخل عبد الرزاق الحمد لله ونديرو شي حاجه. ياش؟ انت كتراهن عليه؟ لا بروميير مي طون كانت مزيانه تاكتيكمون لعبوا مزيان وقفوا مزيان راه كرواتيا كوميم لعبات الفينال ديال 2018 ديال 2018 دونك اسبيرون في الدوزيام مي طون يكونوا دي شونجمون يدير دي شونجمون مزيانين صراحه بوفال كنت كان ما كرهتوش كون بقى في البون توش باش ياناليزي الماتش مزيان اخويا بغينا اخويا نفرحوا شي حنا بحال الناس داو مليار بغينا نفرحوا اخويا راه شنو بالك في الماتش؟ والماتش اخويا ان شاء الله اخويا اداء ديال الميطه الثانيه ماشي هو ديال الاولى ان شاء الله بغينا الاولى اخويا راه ما كاينش مستوى اللي طلبناه حنايا ديال بغينا باش ان شاء الله نربحوا بغينا ان شاء الله المستوى في الصوت الثاني ان شاء الله تنتمناو اخويا نتمناو شي يفرحوا هاد المغاربه اللي تتفرجوا كاملين فايقين على الصباح وان شاء الله نتمناو المغرب تفرح لبلاده وديما مغرب وصولوا بلا كارمي وديما مغرب وديما مغرب علي مصطفى وديما مغرب مزيان وما كانش عليك ما كانش عليك حكيم مش ماركي ما كانش عليك سونطي هذيك كفره ديما عسكر وكاع جراد ولاد الناس